مشاهدينا مرحبا بكم في نشرتكم التي نستعرض فيها أبرز المواضيع المتداولة في منصات التواصل، وهناك الكثير من الأحداث والقضايا التي أثارت اهتمام رواد الفضاء الإلكتروني. أنا محمد حمدان وسأأخذكم في جولة على أبرز القصص المتفاعلة. جدل على المنصات بعد تصريحات الرئيس التونسي عما سماه مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال ومطالب بالكشف عن تفاصيل المخططات، واستنكار واسع لتغريدة الأكاديمية عبد الخالق عبد الله عن الحكم على المرزوقي. بالتزامن مع خروج مظاهرات في عدة مناطق في السودان، انقطاع خدمة الإنترنت واستياء على المنصات السودانية من تكرار اللجوء لسياسة التعتيم. مع استمرار مسلسل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حملة لمقاطعة مؤتمر طبي في الإمارات إذا لم تلغي مشاركة إسرائيل فيها. إذن مشاهدينا كانت هذه العناوين، ونبدأ بالقصة الأولى. مشاهدينا هذه النشرة مستمرة وفيها المزيد من القصص والأخبار المنوعة، فتابعونا معنا بعد الفاصل. نعود إليكم من جديد. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. مجموعة من المواضيع المتفاعلة والتي تفاعلتم معها في منصات التواصل، ندعوكم دوما مشاهدينا للتفاعل معنا على حسابات الجزيرة في منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى ما كنتم في أمان الله.